أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال تفقده لمنطقة سور مجرى العيون أن هذه المنطقة الحضرية نفذتها الدولة كبديل لمنطقة المدابغ، مشيدا بالنقلة الحضرية التي أصبحت عليها المنطقة الآن. وأشار مدبولي إلى نقل 2000 أسرة إلى شقق حضارية على أعلى مستوى بمدينة بدر ليكونوا بجوار منطقة الروبيكي التي تمت إقامة منطقة المدابغ الجديدة بها. النهارده زي ما حضراتكم شايفين، يعني اولا تم نقل 2000 اسره بتعويضهم ونقلهم في شقق حضريه على اعلى مستوى في مدينه بدر. وليه مدينه بدر؟ عشان تبقى جنب منطقه الروبيكي اللي هي اتعمل فيها منطقه المدابغ الجديده على اعلى مستوى، بحيث يبقوا مرتبطين يفضلوا قريبين من مكان عملهم. فبالتالي احنا الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نرفع يعني مستوى معيشة الناس اللي كانت موجودة هنا في مصر. حتى العمال السريح أو اللي كانوا بيسرحوا بعربيات كارو، دول برضو تم تعويضهم علشان يعني تبقى الأمور كل الناس تم تعويضها. لكن النهاردة المنطقة كانت يعني برضو كانت المية الجافية والتلوث اللي كان موجود غير طبيعي في المنطقة بعد ما هدمناها. النهاردة في خلال سنتين احنا واقفين زي ما حضراتكم شايفين المكان عامل ازاي، والنهاردة بنتكلم على شقق طبعا معمولة بالطراز الإسلامي اللي يتماشى مع طبيعة المنطقة على أعلى مستوى. الحمد لله الشقق فيها يعني مستوى جميل جدا، شبابنا وأي أسر النهاردة تقدر إنها تيجي وتسكن في مكان على أعلى مستوى. الحمد لله اللاندسكيب زي ما انتم شايفين، يعني أعتقد الصورة نفسها أبلغ من أي وصف. هو ده اللي احنا بنتكلم عنه.